بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين كامل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في فيديو آخر. اليوم معنا في الصفحة 22 من الكتاب المدرسي تاع السنة الرابعة متوسط مادة اللغة الإنجليزية. راحين نحلو مع بعض التمرين 56 تاسك 56. دونك هنا قالك I listen، راحين تسمعوا ان باساج تقراه لكم الشيخة ولا تجيب لكم الأوديو. أوكي okay. And I complete the ID card. هذا ID card، بطاقة تعريفية of the outstanding Ottoman figure، الشخصية الخالدة العثمانية. Ottoman يعني العثمانية. Okay. Mentioned by نبيلة، شفتوا نبيلة في كي دارت رحلة حول العالم. إذا راح نعمروا هذا البطاقة ونديروا الوضعية الإدماجية التابعة لها، تابعوا الفيديو للنهاية. إذا أنا واش درت هنا البطاقة هذيك تاع الكتاب عاود كتبتها هنا في الكراس باش نخدمو في ليتسا أو ميم طون نراجعو مع بعض. اللي يحبوها مباشرة الإجابة هاي اللي كيديرو كابتيغ ديكخون يعمرو، واللي حب يفهم ويسقم المستوى تاعو في الإنجليزية ويجاوب على الأسئلة تاع أستاذة في القسم يتبع معايا. فيرست نيم اللي هو الاسم، عندنا ميمار اللي يعني معمار، سير نيم سينان، ديت أوف بيرث إن 1490، دونك هنا نقولو هي واز بورن. بالك وبرك تروح تقولوا his date of birth، لا نقولوا he was born، هذه تتحول. اوكي date of death عندنا اليوم والشهر، اذا ما راحش نستعمل ان، راح نستعمل on ونقول he died. he died استنى او ميم طون نكتب لكم هكاك تحاولوا نتوما الوضعيه الادماجيه. date of birth قلنا نقولوا he was، ما تقولوش was، قولوا was. he was born، he was born عندنا العام فقط، اذا راح نقول in. اوكي هنا date of death تاريخ الوفاه نقولوا he died يعني توفي ولا مات. اوكي عندي التاريخ كامل فيه اليوم وشهر، راح نقول on ونكتب التاريخ كما هما. اوكي صح. place of burial معناتها مكان الدفن، يعني tomb القبر تاعو وين جاي. عندنا المعلومه اللي الصحيحه هي in the سليمانيه mosque، يعني دفنوه في مسجد سليمان في اسطنبول، نعرفوها اليوم قدام القبر تاع السلطان سليمان ولا الزوجه نتاعو. هنا نعرفوا المعزه تاعو والمكانه نتاعو عند السلطان. ناشوناليتي الجنسيه عثماني، اذا هو عثماني الجنسيه نقولوا اوتومان. اوكي اذا كان نقولوا تركيش ثم ما نستعملوش هذه، استعملوا اوتومان. اوكيبيشن اركيتكت، ما نقولوش اركيتكت، اركيتكت. فيموس وركس عنده بزاف اعمال، ماني وركس، ماني فيموس موسكس يعني بنى بزاف مساجد معروفة. in the Ottoman Empire في الإمبراطورية العثمانية، such as مثل هذه السينونيم تاعها like the Suleymaniye Mosque in Istanbul، مسجد السليمانية في إسطنبول. راهي عندكم تصويرة نتاع هذا المسجد في الصفحة 23 الصفحة المقابلة. روحوا مباشرة إلى الوضعية الإدماجية. ملاحظة فقط، هنا شفتوني درت الأرقام هنا باش، وهذه صالحة لجميع الـ outstanding figures اللي راحين تقراوهم. كيفاش تكتبوا عليهم الاسم الإدماجية؟ توجور بداو بالاسم، على بالي راني دايرة رقم واحد يعني نبدأ بها، ومن بعد واش تروحوا ديروا؟ ماشي ما تبعوش الترتيب تاع الـ ID card، نو no. تبعوا الترتيب التسلسلي تاع حياته، يعني الاسم نتاعو، ومن بعد نتا هذا الإنسان علاش راك تقرا عليه؟ باين بلي مشهور صح. وشنو هو العمل ولا الحاجة اللي خلاته يكون مشهور؟ يعني راح نجبد الناشوناليتي تاعو والخدمة. اوكي نقول هي از ا فيموس ولا هي واز ا فيموس، توجور فيموس هذه الكلمة تظل الدور حتى يخلص العام وانتم تقولوا فيموس. اوتومان اركيتكت يعني ان اركيتكت تاع الدولة العثمانية صح. كي تقول لي شكون هو باش نبدا نقول لك انا وقتاش زاد، واش من الوقت تروح المعلومة الثالثة وقتاش زاد، ومن بعد مادام هاو زاد سي بون قول لي واش دار كاع في حياته، اعطيني امثلة، ومن بعد هاي خلاصت حياته نروح لتاريخ الوفاة ومكان الوفاة وسي بون. الا كاش ما عندك حاجه زياده زيدها، سينو هذا هو الترتيب: الاسم، الجنسيه والعمل، تاريخ الميلاد، ثم الاعمال، ثم نهضروا على الوفاه. هيا نروحوا دوكا بدون اذن. دائما نقول لكم اللي حبوا يديروا الكابتور ديكرون فوالا سي لوكازيون ديروها دوكا، واللي حب يفهم وحب يقراها في القسم باش يزيد العلامه تاع المشاركه يتبع معايا the pronunciation of the difficult words. So ميمار سينان is، هنا تقدروا ديروا ثاني was. اوكي باسكو هو مازال شخصية خالدة وكان ثاني شخصية خالدة. إذا ميمار سينان was an outstanding figure in the world. He used to be، هذه قريتوها في سنة ثالثة وطحت لهم في البيام 2023. اوكي he used to be the most famous architect of his time، تقولوش of his time قولوا of، architect of his time، ركزوا لي على البرونسيشن. He was born، شفتوا ما قلتش he was born، he was he was born
in 1490 السنة مع إن and during his life during مشي during ج ج during his life he designed يعني صمم many famous mosques in the Ottoman Empire such as سليمانية Mosque in Istanbul. هذا المثال اللي مدوهولنا، إلا مدولنا أكثر أنتم ما ديروا أكثر. ميمار سينان، روحوا ذوك الوفاة، أوكي. ميمار سينان died on، عندنا تاريخ كامل نديرو on July 17th 1588 and was buried، معناتها تم دفنه. He was buried next to Sultan Suleiman and his wife in Suleimaniye Mosque, Istanbul, Turkey. استعملنا فقط المعلومات اللي مدوهم لنا هما، نتوما حوسوا في جوجل وتحبوا تزيدوا معلومات اكثر، هذه هي نتوما احرار. تهلاو في روحكم وفي والديكم وقولوا لي لديتو بلس ان ولا لا.